أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك قبل ما يعلن سيدا ميديا وقبل ما أربعة خذ بحساسية أي نص صعد فضلا نلجوك حق حساسية الرئيس الوزراء محمد حسين رابل أو أمر كرسي لبابي هوب لحظة يتضب لون حلالي دقر قبة ياسين فري قدي حالنت خلافات دور شذا أيها جوان كجار الدعوة دي لجسوا قدي كرسي ترسي سوء هوب لحظة يتضب أو كصوب حي تليهاكم ملجار كاي هيدا نبص جدا يسردون كقرن كأنسا ياسين فري أو أحد دجر قبل لجوتهم يو إنه جانتي سقدي لي الله نحر يستيقران تهليل خرال كصوب حي قدي حالنت خلافات كأي وحال لجوش شيء إنها براع الله مري حلست أرجدا كرسي ترسي سوء هاي لحظة يتضب أو أها متصح إسلام مركزنا أيه بيين إن أضياش دقن كصحظة أه ديوان قشن قدق قلافاتك أيا عديي إن وايي وح عدي ما أه أو موجين أيا إن بدون علي حسن علي لغاهر استاقي سفر كي أو كتاقي لها مقالة دوس مريبا عاسمة دقل مدوك مركا لغا ريبا شيق شديسة سيروك لقدقاني أيا تلمامي إن يهوبيين أقونسيق أضياش دقن ك وزارة دارمها قدها قل مدوك أين أو عديين قدق إن يؤسو حلين إرقادة كرسيقة ترسيقي سيحي لحظان يتضبو سي صحة سيكستباها آتي فرماجة إيا الرئيس الوزارة محمد حسين روبلا سيدو كرفاد ياسين أياق بي أهامبا قد ديقاسكو أمري إن لو حلالي كرسيقة سي ياسين فري سيكستباها آتي خرجادي لغا سوغيي إن بوبك اللحاليو عيل لرأيي كسيد عدي رئيس الوزارة حلقار سينتا مدن محمد حسين روبلا دقن كيسا سياسي دي دالك وحاو كسي توريا قد دير دينا عكلا مدحوينها الدولة قبلة كوفر قلبيدة عبد عسيس حسن محمد لفت قرين ايو وفدي هو قامين ايو ايا قاري مقاردة كسماية عاصمة دقو ميلقار كاهي الدولة قبلة كجبلان مدحوينها الدولة قبلة كجبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبي حبناها اللبضة قلائية قيبها كالدوان اي بلشدة مقاردة كسماية ايا مدحوين عبد عسيس لفت قرين كسو دوييي قرون كديارة ها سيد محمد عبد الله اي مقاردة كسمايو لفت قرين او دور شدي كدب بايدابو وامركي اوه الرئيسي او سو قاري مقاردة كسمايو مدحوين ياشا جبلان يكو فرقل بيد ايا وحا لفيل ايا ان ييشان كولان قار اهي كاس او اي اوه هد ليان ارمها سياسة اي دور شوين كا ايادو اللشيق ايو إن لبدا دينا إصدافسان أيان دانو كالدوان أو إساقا حيرانقار أحان كراس تحلبان أو رق آد أغود دو لبدا مدحوين أي أرابان كواسو كراس تو دا تالا كسمايا يبايدبو مدحوين أكوفر قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفتقرين أياسي دو كالوحا أو كلما كالدوان لقادان دونا خار كميد أحي قولها وزيرة دا جبلان سيكستبها أحاتي مركي لدورتي لفتقرين واماركي أغوه الرئيسي أو صوباقضي مقالة دا كسمايا دينا عكالة تليها عيد مدحو قدالك صوماليا جنرال أدواء يوسف راقي وفدي هو قامين أيا أيامان تقاري مقالة دا بلدوين أي حرون تقبل كهيران هل كاسو سيوين لوغو سودوويي ودواء أيا وحا قرون كديارة دا هوغاز خليف وغا هورتاقي قدوميها قبل كعالي جايتي عثمان سراكيل كترسان عيد مدحو قدال كا يكوها ميسوم سيدو كالتليها عيد مدحو قدال كا أيا قرون كا وغاز خليف وغا قيب قلي مناسبة كوبان أو لغو قبتاي إساقا أو هايدا يو أن ماسكا لوريغي قاديد إيا قلب عيدان أو لغو تلقلي عيد مدحو قدال كا قيب تلاباتان يتضبا ديهيران وجيهد كسعدال كتليه أدوا أيا لحرير دقاجنتا هول قلادا كدنكاها الشباب إيكا سعودا ديغانا ديه الشبيلي وحونا سراكيشا حو قدال كا كلاحد لدونا سيدي لو دردر قلن لها دقاقيدا عيدان إيكا سعودا هالكاسي arrimahan ayaa ku soo aaday iyadoo al-shabaab ay abaabul xoogan ka wado gobolka Hiiraan iyaga oo dhawaan la wareegay deegaanka Mataban inkastoo ay dib uga baxeen Hiiraan ayaa waxa haatan ka jira dhaqaaqyo dagaal oo ay wadaan labada dhinac taas oo cabsi hor leh ku abuurtay dadka deegaanka ah si kastaba reer Hiiraan ayaa haatan wajahaya xaalado adag oo isbiirsaday waxaana ka mid ah xiisada siyaasadeed ee baladweyne doorashada iyo dagaalada al-shabaab sidoo kale abaaro xoogan ayaa ka jira deegaanka ka mid ah gobolkaasi Hiiraan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa ilaa iminka gabi ahaanba laga diidan yahay in uu tago magaaladaasi baladweyne fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media shacabka Soomaaliyeed oo weerar culus ku bilaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib talaab uu qaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa weerar cusub dhanka baraha bulshada ah kala kulmay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kadib kulan uu la qaatay ururada bulshada rayidka ah kulanka oo lagu baahiyay barta xafiiska Roble ku leeyahay Facebook ayaa waxa si weyn loogu dhaliilay qaabka uu ku wajahay ismariwaaga ka dhashay hannaanka doorashada kaasi oo xaalad hubanti la'aan ah u horseeday dalka
kulanka oo ku aadan sidii loogu wada istaagi lahaa gurmadka dadka ay saameeyeen abaaruhu ayaa haddana waxay dadka qaarkood si weyn ra'iisul wasaaraha ugu weereen in uu ka soo bixi waayo waajibkii loo igmaday ee qabashada doorashada daahfuran isla markaasina uu iska indhatirayo xaaladda siyaasadeed ee dalka roobla waxaa looga fadhiyaa in uu dalka gacantiisa sababsan haddii uu qof qiimo leh yahay oo dalkani ka naxaya maahan in maalin walba qof la isku soo sawiro ee waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo cid walba oo doorashada hagardaameynaysa ama dhinaca marta habraaci lagu heshiiyey oo loo tilaab qaado ayuu yidhi mid ka mid ahi bulshada ra'yiga ka dhiibtay dadku kala daran ninkii loo doortay doorashada keliya wuxuu u shaqaynayaa sidii ra'iisul wasaare cusub wax ka bedelaya arki maysid oo dhahaya war doorashaa kuu dooranay haddaad seegtay adeerowna dhaaf annaga nama metashid muxuu dhaamaa ninka habeen habeen iyo maalin ay ku dheggan yihiin kani wax loo dirsaday ayuu ka shaqaynayaa ayuu yidhi mid kale qof kale oo ka mid ah dadka aragtiyada ka dhiibtay ayaa isaguna yidhi ra'iisul wasaare roobloow dadka soomaaliyeed ka daa'ila meeraysada doorashada adaa lagu wakiishay sida muuqatane qadar heshiiska ku soo gashay waa muuqataa roobloow naga daa ciyaarta ayuu yidhi maalin kasta kulan khiyaali ah rooble waxba waa kala furdaamin waayey ayay qaar kalena yidhaahdeen ra'iisul wasaare rooble ayaa u muuqda mid iska indhatirayo xaaladda dalka uu ku jiro ee horseedka uu u yahay hannaanka ay u socdaan doorashooyinka oo mucaaradku ku tilmaameen mid ku dhisan boob iyo sharci darro arrimahan ayaa imaanaya xilli ay mucaaradka ku howlan yihiin kulamo looga tashanayo sida ay wax u socdaan waxayna dadka qaar muujinayaan walaac la xidhiira in dalka uu ka dhaco iska hor imaad siyaasadeed oo hubaysan si kastaba ha ahaatee dadkii soomaalid waa ay naceen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayaa shir guddoomiyey shirka amniga hirshabeelle oo ka qabsoomay magaalada jowhar shirka oo ay ka qayb galeen maamulka gobolka shabeellada dhexe taliyaha guutada saddexaad qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka taliyaha madaxtooyada hirshabeelle taliyaha nabadsugidda hirshabeelle saraakiil ka socotay taliska booliiska hirshabeelle taliyaha ciidamada danab ee deegaanada hirshabeelle iyo agaasinka madaxtooyada ayaa looga hadlay dardargelinta amniga guud ahaan hirshabeelle madaxweynaha ayaa kulankani warbixin uga dhagaystay saraakiisha hay-adaha amniga isagoo kula dardaarmay xoojinta iyo adkeynta amniga deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada caasimada jowhar kulankani ayaa waxaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidamada qalabka sida ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada jowhar maadaama loo diyaar garoobayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya fadlan ra'yigaaga ka dhiiba guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gebi ahaanba ku baaqay shirweyne wada tashi ah isla markaasina dhisaya golo qaran oo dalka ka samatan bixiya xaaladda uu dalka ku jiro farmaajiye fahad yaasiin oo soo celinaya ciyaalkii loo qaaday eritreya isla markaasina doonaya in ay magaalada muqdisho kaga difaacaan ciidamadii badbaado qaran midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood oo la leeyahay iskuma raacsana warqaddii soo baxday hase ahaatee xaaladda dalka waxa uu galayaa meeshii ugu xumeed abid maxaynayla tahay ra'yigaaga ka dhiibo adigoo afar daqiiqa ku soo koobaya kuna bilaabaya calansida meediya iyo magacaaga aad ayaad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee mar kasta ra'yigiina ugu soo gudbisaan calansida meediya annagana horay aan u ballanqaadnay in aan gaarsiin doonno meel aad u fog isla markaasina qof kasta oo ku wajahan yahay taladaasi ay dhagaystaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.